respect the journalist being able to be discussed. You should help, man. طبعا للأسف أنا ربيت الحيوانات الموجودة في الحديقة زي ما ربيت أطفالي، لكن طبعا للأسف فيش عناية صحية عنا، وفي نفس الوقت في جزء كبير عيان مريض بده علاج لازم يتعالج برا، وفي نفس الوقت أنا يعني غصب عني أطلعت الشغلات هذه مضطر إن أحافظ عليها، فما بحافظش عليها إلا لما تطلع برا. خلاص اسحب اسحب يلا يا وكيل.